ما شاء الله ما شاء الله. عم ناكل زبيب مع الشاي الاخضر، ثلاث كاسات شاي اخضر وكاسة نسكافيه عشان ما نزود. نقول دائما الحمد لله على كل الاحوال. عم نحضر مباراة، والاكبر نصر هو حصولنا حب الله ورضاه. ما شاء الله ما شاء الله، كأن البرتغال جابت ثلاث اجوال. هاي اجوال البرتغال، الله يحفظكم جميعا. طبعا كل الناس خير وبركة، احنا بنحب كل الناس، ما حدا فينا كامل. انا مرات بيجي بقعد هون، يعني كل بحاول كل شهر كل شهرين بشوف اصحابي اللي بعرفهم، بحاول اوقف الشيشة قدر الامكان. يعني مرات بنوقفها يومين ثلاثة، مرات بنوقفها اسبوع، مرات بنوقفها تسعة شهور. اكيد الغذاء الصحي والصحبة الصحية والافكار الصحية تخلينا احنا اقرب الى الله، والشيشة الغير صحية والاكل غير الصحي والاصحاب الغير صحيين بيبعدون عن الله. اكيد بنحاول اكثر واحد، انا عندي اغراض بس بالتدريج شوي شوي. سلم بيديك وقلبكم، والله يهدي ويحفظ جميع الناس في كل انحاء العالم خصوصا في غزة. بس الله يحفظ جميع الناس، يعني خصوصا في غزة وخصوصا الاطفال في كل انحاء العالم على اختلاف مذاهبهم واديانهم.